مكملين كلامنا وكلام دلوقتي إلكتروني بامتياز عن مواقع التواصل الاجتماعي وفكرة الفضفضة أو الرتح على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الرسائل اللي هي بتبقى مخفية ومستخبية في بعض البوستات على مواقع التواصل. كتير بنقرأ بوست فيه كلام شخصي جدا تحت عنوان مقصودة، قصف جبهة موجهة، وكتير بنقرأ إيماءات وإيحاءات ورسائل من تحت لتحت فيها كتير من تفاصيل الناس دي، تفاصيل بيوتهم، تفاصيل الأشخاص، يمكن تكون أسرار في بعض الأحيان ما ينفعش أن هي تتعرض على الملأ تحت بند فضفضة أو تحت بند أنه يلا يا جماعة نلم الناس ونشاهدهم علينا. في ناس بتعتبرها تلميح أو تنفيس عن غضب أو تلقيح بينبه لشكل من أشكال الإساءة في علاقة صداقة أو حتى في علاقة ارتباط. في المقابل في ناس شايفين أن البوستات اللي على الماشي دي بتكون حقيقية في كتير من الأحيان سبب مشاكل بتوصل أحيانا لخراب بيوت مستعجل. النهاردة كلامنا عن بوستات الفضفضة مع ضيوفنا الدكتور محمد وديد مدبولي استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بك دكتور. كمان معانا الأستاذ عمرو سلامة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك. والشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. نورنا. ممكن نبدأ بقى، هسأل حضرتك دكتور محمد، دلوقتي الناس اللي بتعمل كده، ناس كتيره جدا بقت بتحكي تفاصيل زي ما ايمان قالت عن حياتها وخناقه، اللي هو احنا بقينا شايفين الناس كلها مظلومين مش عارفين مين اللي ظالم. دي هي. هل بقى فعلا لما بيعملوا ده او بيعملوا بوست فيه تلقيح كلام، او هل ده بقى بيريحهم فعلا نفسيا ولا بيسبب مشاكل بعد كده؟ بصي يا مها، مش على طول بيريحهم، لانه عاده بيكون ده استدعاء، لان المشكله ما بتخلصش، بالعكس بتكبر. ايوه. وبتزيد. اه. والشخص اللي بيتلقح عليه الكلام هو عارف، وبالتالي بيبدا يخش في المشكله اكتر حتى لو بشكل مش مباشر زي ما حصل مع الشخص الاولاني. وبالتالي هو كل ما الانسان بيخش في المشكله بشكل مباشر او غير مباشر مش بيعرف يحلها، عكس لو قدر يسامح او لو قدر يواجه، لان التلقيح زي ما انتوا قدمتوا التلقيح ده ما هوش مواجهه. بالعكس ده هو حد يرتاح ازاي يعني؟ طيب يرتاح ازاي؟ ما هو اللي بيكتب ده بيبقى خلاص بقى مش قادر، يعني خليني مش متخيله حد هيكتب بوست وهو مش يعني خلاص بقى مخنوق، فيمكن دي بتنفس شويه بس. طب يرتاح ازاي؟ ما هي بتنفس يعني دلوقتي، بس انا عايز اشرح لك حاجه نفسيه عشان مدركين ايه اللي بيحصل. السلوك الانساني هو رد فعل او هو اخر خطوه بعد المشاعر وبعد الافكار. وبالتالي هو السلوك اللي حاصل ده لازم اي حد يحصل سلوك هو يعمله او يشوف حد بيعمل سلوك اخر يسال نفسه، هو السلوك ده جاي منين؟ ايه هو الشعور اللي ورا السلوك ده؟ لو الغضب شديد، تعالى نتخيل ان في زوج وزوجه الاثنين بيلقحوا على بعض كلام على الفيسبوك، ده كويس؟ عادي بقى خلاص، ده نورمال، ده انسان طبيعي جدا. لو ده اللي حاصل ده معناه ان تحت الهرم، تحت الارض، تحت الجبل ده في غل وفي حقد وفي غضب وفي تراكمات وفي كراهيه. وبالتالي لو احنا ما رحناش وشفنا كل هذه المشاعر وعرفنا نعالجها وبس وقفنا مع فكره مين بيلقح على مين، محدش هيرتاح. التلقيح ده بيزود اللي تحت مش بيخلصه، هو سلسال مش هيخلص. بالظبط. يعني عكس ان هو تبقى في مواجهه بين الشخص والاخر ويقول له انا زعلت من كذا، ويبقى عندهم القدره على الرد على بعض، لكن ده مش موجود لا عند الراجل ولا عند الست. طيب ده الشق النفسي، الشق الديني او الاخلاقي يا شيخ رضا، يعني اذا كان ده بيعبر عن لغه بقت لغه الشارع، وكل اللي بيرد على التاني بينزلوا لمستنقع من الأخلاق، ما فيش رقي في الأخلاق، إيه اللي حصل لنا؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي لحضراتكم جميعا. وخلينا نقول حاجة مهمة جدا، أجمل ما في الموضوع أنه خلاني عايز آجي وأنزل بسرعة وأقطع أجازتي كده وأجي جاري، أنه بيعبر عن مصايب إحنا بنعيشها. زي ما الإنسان المؤمن بيتفنن في استحداث مظاهر جديدة للطاعة، هكذا الشيطان ايضا عنده قدره على انه يستحدث كل ما هو جديد، ويقول انا في السوشيال ميديا موجود. أيوة. نتيجه لان خطابنا الديني كان الناس متخيله ان احنا ايه، صوم صلي بس، لكن العالم الافتراضي ده احنا نعمل فيه اللي احنا عايزينه ما حدش شايفك يلا خالص. فبالتالي عايز اقول لك، انا بأدعى لبعض الجلسات بالجلابيه والعبايه، فاروح الاقي عيلتين بيطحنوا بعض علشان حد بيستهدف الثاني على الفيسبوك. ايوه. لك ان تدركي ان شبه يعني بقت بيبقى عامل زي شغل الميليشيات.
صح. ان حد يعمل هي كده الكترونيه فعلا صح. حاجه وهميه ويبتدي يقول اسرار عيله فلان وفلانه وفلان إيه؟ ويدور على شخصيات ملتصقه ببعضها او في صداقه بينهم ويقول فلان علشان كذا وفلان. ده حاله مرعبه بتحل الموضوع ده. وصلنا بقى لكده. خلينا نقول حله بيبقى دايما ان احنا نرجع بنقعد كتير قوي القعدات العرفيه، لاننا انا بقول القانون سايبنا وبيتفرج علينا لغايه دلوقتي. لا ماما طالما بقى ايه جبنا سيره القانون ليه بس عايز اقول العباره عن بعض مع الاستشاره لان السوشيال ميديا الى الان انا اقدر اعمل اللي انا عايزه. في بعض الامور فيها ضوابط، لكن الوازع الديني هو ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه كمان اكتر، ان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هي على العالم الافتراضي ايضا. صحيح. لان الناس متخيله ايه، ان انا في الدنيا انا ما اكذبش، انا مسؤول عن كلمتي، لكن اللي بعمله على الفيس ده حاجه عاديه كده بنفس. فاحنا بحاجه ماسه الى عمليه ضبط اكتر. مش ان اصل انا اما الاقي حساب وهمي ما وراهش حد، كل اللي انا هقدر اعمله ان انا هقفله. طيب هيفتح لي حساب جديد صح؟ هقفله هيفتح لي جديد، نتيجه لحاله من حالات يعني سوري في الجنون، حاله من حالات التناطح والجدال والمشاحنات وصلت لما اسميه بين قوسين الفجر في الخصومة. أيوة. كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنروح طبعا حضرتك فتحت موضوع مهم جدا اللي هو الشق القانوني. لما بتكون ناس انا مثلا او حد متضايق من حد، فيبتدي ان هو يجيب كام اكونت فيك ويشوف ولاد خالته ولاد عمته، او ممكن يكون ناس ماجوره عادي جدا، يلا على الرجل ده تعالوا نتكلم في كذا وخدوا كذا ويدوله معلومات واسرار، او حتى لو ما عندوش حاجه فكره ان هو يدخل يشنع عليه. تيجي تدور على الاكونت ده تلاقيه مزيف ملوش وجود، لانه الشخص جبان اصلا، هو عمال متستر ورا. ففي الحاله دي لا، احنا نروح الاسم بقى نشوف ايه اللي بيحصل. هنروح الاسم امتى؟ اقول لحضرتك احنا عايزين نروح الاسم. هروح الاسم والمحكمه كمان دلوقتي. ازاي؟ طبعا القانون ما سابش الموضوع كده، يعني اي حد يدخل فيشتم ويقذف شخص معين بدون عقاب. لا، قانون العقوبات عالج المساله دي قديما، ثم بعد ذلك جاءت قوانين وعالجت المساله دي. قانون العقوبات اعتبر هناك جريمه، هي جريمه السب والقذف. مش اي حد يدخل كده فيشتم واحد خلاص، لا، ده كمان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فرض عقوبة الحبس ليه ايه بقى؟ للشخص لمن يقوم عمدا بمضايقة شخص، تخيل، على وسائل الاتصال. مش لما نعرفه الاول يا استاذ، ما انا هقول لحضرتك حاجة، ده كلها حاجات مزيفة، انا اعرفها ازاي؟ لا، ما في فرق. انا دلوقتي هميز بين حاجتين، ما بين حد معروف خلاص عرفته فانا هتخذ ضده الاجراءات القانونيه ودي معروف. تمام. طيب حد مش معروف، هل القانون ساب كده؟ قانون جرائم تقنيه المعلومات اللي هو 175/6/2018 طبعا عندهم اللي بيقوم بيه ان هو يزور، يعني ينتحل. يعمل كده موقع معين ويقول الموقع ده بتاع الاستاذه وانا بتاع الاستاذه ايمان، ده عن طريق بحث الانترنت. حضرتك دلوقتي وصلوا الى تكنولوجيا عاليه جدا، بيقدر يوصلوا الى هذا الشخص وبيجيبوه، وبيجيبه هو اتكلم من فين، اماكن اللي اتكلم فيها، بيعملوا ايه معاه، وبيعملوا ايه معاه، ده بيحال الى المحاكمه الجنائيه حضرتك، وبيحكم عليه بالحبس. يعني الامور ليس لا تمر كده مرور الكرام. مساله اختراق المواقع الالكترونيه او تزوير موقع الكتروني ونسبته الى شخص معين، المسائل دي بيتم كشفها ودلوقتي عن طريق الوسائل الحديثة. طيب لو حد جات له رسائل مضايقات أو حد اتشتم على الفيسبوك أو دلوقتي، احنا زمان كان مسألة قسم الشرطة ويروح يحرر محضر وبتاع الكلام ده، لا، في دلوقتي مباحث الانترنت، ده في مباحث الانترنت حضرتك متخصصة. مجرد ان حضرتك بتقولي له ان فلان نشر كذا أو قال كذا عليا النهاردة، بيقول لك هات السكرين شوت قبل ما يمسحها، بس قبل ما يمسح. ده حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن حضرتك تقول النهارده طلع في بث مسجل او بث مباشر وقال كذا كذا، يقول لك هاتي، وبيجيب الموقع بتاعه واتكلم امتى، وبيديني فتره يقول لي خلاص انت كده بتقدمت البلاغ، احنا بنقوم بنفحص عن طريق ايه، عن طريق الخبر. بيتم الخبير بيوضع التقرير، بيقول ان هو اتكلم من كذا وصاحب الحساب هو كذا كذا كذا، وبيتم بعد كده احالته للمحاكمه ايه،
للمحاكمة الجنائية. ده بياخد وقت قد ايه؟ لا مسائل مباحث الانترنت، لان الامور دي تتعلق دلوقتي حضرتك مش القضاء العادي. المشرع اسند هذه المهمة للمحكمة الاقتصادية. الجرائم المتعلقة بوسائل الاتصال اصبحت المحكمة الاقتصادية، فالمحكمة الاقتصادية عندها سرعة في ايه؟ في الفصل في المنازعات. بس يعني ان احنا نحدد، يعني مجرد ان انا مثلا عملت حساب مزيف ودخلت على صفحه حضرتك الشخصيه وليك فانزات مثلا وناس كتير بتتابعك وقلت لك مثلا لبسك مش شيك، شكلك غلط، انت بتقول كلام انت مش جريم. عارفه انت عندك ازدواجيه، هقول لحضرتك انت كذا، وده كتير جدا من المشاهير بيعانوا من الموضوع ده. سباب طبعا هنعرف بقى هيتعمل مع الناس دي، بس بعد الفاصل. تمام. عشان الناس هي تحضرنا كده وتبقى فاهمه ايه اللي هيحصل بعد الفاصل. لو شفتي في صفحة من صفحات التواصل العلنية صديقة زعلانة وغضبانة وبتقول كلام أشبه بالرغم، طبيعي مش هرد عليها، هيقلي من نفسي ليه أصلا؟ غلط، في أساليب تانية كتير الواحد يقدر يحل مشاكله بيها. أعملها بلوك على طول. لا ما افتكرش إن أنا ممكن يعني يبقى عندي صديقة بالشكل ده أصلا. لو هو جد عليها فخلاص مفيش داعي لمعرفتها. أنا الدايرة بتاعتي بتبقى معروفة، فأكيد مفيش حد من صحابي مثلا هتبقى تتعامل بالأسلوب ده. كنتش أفهم منها برضه على الخاص وكده، وأشوف إيه السبب الكلام اللي اتقال ده. هي لو حكيالي عن موقف أو مثلا موقف مضايقها وما هو موقف سخيف، هدخل هو أيوة بقى عايش عارف إيه كده. لو اللي أنا أعرفهم اللي أنا هتكلم معايا برضه كأن هي أصلا ما ينفعش تجيب سيرة أي حد بكده. لسه مكملين زي ما شفتوا، يعني في ناس بتبعد عن الشر وتغني له، في ناس مش متصوره ان ده ممكن يحصل اصلا، بس هو بيحصل للاسف. وكان بنجاوب سؤال مع استاذ عمرو فيما يتعلق بايه بقى، ما احنا دخلنا في حاجات، احنا حكينا في حاجات كتير فعلا في الفصل. كنا بنتكلم عن ايه هو اللي ممكن يقع فعلا تحت طائله القانون. يعني انا مجرد ان انا حضرتك شخص مشهور وانا عملت كام اكونت فيك حسابات مزيفة ودخلت أقول كلام مش لطيف أو أنتقد شخصك، أنتقد شكلك، أتنمر عليك، أقول أي كلام فاضي ما حصلش أصلا. هنا أنا عايزة أزود على كلامك حاجة، ده في كمان ما بيبقاش على الشخص المشهور ده بس، ده بيبقى كمان ساعات ممكن تلاقيهم إيه وصلوا لأولاده، وصلوا لأهله وعائلته ويبعتوا للأطفال حاجات وكلام كمان بيبقى خادش للعائلات. صحيح. جدا وبيوصل للأطفال، بيوصل فده طبعاً. بيبقى بتبقى حاجة مدمرة يعني. طبعا المسائل دي تتعلق بأن حد ممكن يدخل ليعمل موقع معين باسم حد معين، وده طبعا بتحصل كتير جدا، يقول لك باسم الفنانة فلانة باسم كذا، ويدخل ينشر معلومات، هذه المعلومات اصلا غير صحيحه. ده كتير وقت... ده احنا عندنا بيكتبوا علينا حاجات غريبه بتبقى معلومات غير صحيحه، والموضوع بيمشي والناس بيلاقي فانزات وبيلاقي متابعين والى اخره على اساس ان ده هو الفنان الحقيقي وبتاع الكلام ده. طبعا ده ارتكب جريمه. ارتكب جريمه ان هو ايه؟ انتحال. ان هو انشا موقع ونسبه زورا، ده القانون بيقول كده، ونسبه زورا الى شخص طبيعي او حتى اعتباري لو كان شخص اعتباري، وتداول فيه معلومات واخبار. طبعا ده القانون قال ان الشخص ده اللي من زور وانتحل شخصيه شخص معين، جه القانون طبعا زمان كان قانون العقوبات طبعا لا يساير ما نحن فيه الان، فلما صدر قانون مكافحة القانون بتاع جرائم تقرية المعلومات طبعا الأمور دي اتضحت، فبقى عندهم القدرة ان هم يجيبوا الشخص ده يقفل الاكونت ده ويفتح يقفل الاكونت. ما هو الشخص ده ما هو على حضرتك حاجه، ما هو مش بيجيبوه بيمشوه. لا وده محتاجين نشوفه مثلا على السوشيال، يعني حضرتك رجل قانون
محتاجين نشوف ده برضو على السوشيال ميديا، يعني محتاجين نشوف الناس اللي اتعاقبت دي او حد عمل حاجة، عشان ده هيبقى فيها شيء من الردع. لكن طيب، احنا مش الاشكاليه في ازاي الناس كلها بتعمل هي عايزاه بصراحه. يعني هي الفكره ان هو لما حضرتك لما بيجي وبيتحبس ما هو مش بيعمل تاني على طول، يعني ما هو بيتجاب وبيتحبس، هو مش بيقفلوا الموقع وخلاص انت روح على كده. لا، نوري نموذج. الموقع ما بيتقفلش غير لما طبعا في نماذج كتيره، ودي طبعا مهمه الاعلام تاخد وقت شويه ان هو يظهر مثل هذه القضايا. القضايا موجوده في المحكمه الاقتصاديه، في صحفيين المفترض يروح يطلع هذه القضايا وينشرها للناس علشان الناس يكون عندهم طمأنينة. ايوه، لكن موضوع القضايا اللي موجوده يعني. انا هنقل بقى، هنقل الشق النفسي دكتور محمد، الناس نفسيتها ايه اللي بتعمل كده؟ يعني انا اتخانق اطلع انشر خلافاتي وخناقاتي على السوشيال ميديا، نفسيه اللي بيتكلم ده ايه؟ ما قلناش كده. ما هي منى السوشيال ميديا ما هي الا انعكاس للواقع اللي احنا عايشين فيه بالزبط. وبالتالي بس هي المشكله او اللي مخلي الموضوع كبير شويه ان السوشيال ميديا مش شايفه لكل الناس، صح؟ ففي واحد عنده مشاكل نفسيه لوحده ده مريض نفسيا يعني. ما اقدرش اقول انه مريض لان محتاج ده محتاج يتشخص. مش هرتاح لما ولعها، لا ده مش هرتاح لما افضحه. ده حد ممكن اقوله ان هو واصل لدرجه من التعب النفسي، مش المرض يعني، هو للدرجه دي الموضوع اللي حصل في الحياه. هذا هذا الحدث مأثر فيه ومخليه عايش حياه غير سويه. انا ده اللي يهمني يعني. لما بتكلم وانا بسمع الاستشاره عمرو بيتكلم كلامه رائع جدا، بس ده في الجزء الشق ما بعد الحدث، كيف كيف نرضى. عايزين نوقف بقى المهزله دي، عايزين نرجع الاول ونشوف ازاي نمنع ده انه يحصل. مهما جريتي ولا الناس عمرك ما هتعرفي تخليهم يبطلوا. مهما ازاي بقى فعلا؟ فلازم عشان نعمل ده يبقى المجتمع نفسه عنده قدره على انه يشتغل على نفسه، عنده قدره ان هو يخلي نفسه احسن. طب كل حد فينا شايف انه ممكن يكون معترف بخطاه وناوي يصلحه وقادر يصلحه، يطلع النسخه الافضل من نفسه دايما طول الوقت، يشتغل على نفسه. بس في لحظه ناس ساعات بتبقى نفسيتها هشه شويه، ده في موضوع تاني شويه، بس بيحصل على السوشيال ميديا، او حساسه زياده عن اللزوم، حصل لها موقف في الشغل في البيت في الشارع مع الاسره، ضغط نفسي معين اتعرضت ليه، فبتبقى الصوت اللي جواها دايما الحقوني، فبتقوم كاتبه ومعبره عن اللي جواها وترجع تندم هو انا ازاي طلعت بالضعف ده قدام الناس، وتبتدي عايزه تلحق تشيل البوست تاني بس بيكون خلاص الناس شافته. ما هي المشكله ان حتى لو ما تشالش وحتى الناس ما شافتهوش، انا كل بتكلم فيه كيف اعالج هذا الشخص، تكفيف المبدأ. الشخص ده صحيح شخص مش هيتعالج حتى لو خد حقه من اللي، على فكره هو سيبك السوشيال ميديا، وحتى لو خد حقه من اللي ظلمه ولسه جواه نفس الغل ونفس الكره، مش هيحس ان هو احسن. وبالتالي لازم هو اللي يحاول يخلي نفسه هو احسن بانه يبدا يشوف هل انا عملت حاجه. ان يعني الشخص اللي انت بتتكلمي عليه من شويه ده الشخص الحساس، الحساسيه دي ما هياش صفر، الحساسيه دي شيء بينمو مع الانسان، هو اللي بينميه بعقله اللاواعي. وبالتالي حساسيه معناها ان هو بيخلي قيمه الناس عنده مهمه اهم من قيمه الحقيقيه بتاعت نفسه. بيدور على انه شويه ناس مثلا تدخل تمعليش شويه وتطيب بالظبط. عشان كده ساعات عندنا يا ايمان لما مش بنتعاطف مع امهاتنا واخواتنا، ساعات لما عندنا في السيشنز لما حد بيجي لنا ومش بنتعاطف معاه تعاطف كبير، بيبقى لو في حد بيتمرن معانا او كذا مش مدرك ازاي انا مش متعاطف مع الشخص ده. لان أيوه، الشخص ده في هذه اللحظه هو محتاج ينشف، محتاج هو جاي ياخد المعلش زي ما انت قلتي ويمشي. لا، هو جاي هنا يبدا يشوف ايه ده، يعني انت مش شايف ان انا مظلوم، شايف ان انا ضحيه، ان حد يعيش في دور الضحيه. يا ريت بيقولوا له معلش ساعات بقى انت تستاهلي وانت اللي عملتي كده، هتلاقي نفسك ناس بتقطمك حاجه بالظبط. ولا كده ولا كده، ده حقيقي. حاجه كمان حضرتك يا شيخ ابراهيم كنت عايزه اسالها، ده زي ما قالوا ان انعكاس للغه الشارع، صحيح؟ ايه بقى اللي حصل للشارع؟ خلينا يعني ايه اللي حصل بالذات كمان ان احنا يعني مفروض دايما كنا بناخد ولسه بناخد رسول عليه الصلاه والسلام كقدوه، وهو اكثر الناس اللي تعرض للاساءه، وكان بيقابل الاساءه دي بالاحسان. صحيح. ايه بقى اللي حصل للشارع، وايه راي حضرتك في ان ازاي نغير لغه الحوار في الشارع؟ بحييك على السؤال، وخليني اقول لك حاجه مهمه قوي. انا اعتقد ان لب وجوهر اللي بنعاني منه لو احنا قدرنا نجاوب كل واحد في مجاله اجابه تعبر عن ايه الازمه اللي احنا بنمر بيها. ايوه، سيدنا النبي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وعلى فكره المصيبه اللي جات لنا دي جات لنا لما خدنا الدين المظهري الشكلي، صح؟ وده خدم عليه وجود فرق دينيه متناحره زي جماعه الاخوان وغيرها. يعني خليني اقول لك على مسؤوليتي، ابشع جيل خرج بألفاظ نابية
لدنيا الناس هو اللي اتربى في حضن الجماعات الدينية المنغلقة. ولذلك مش هنستغرب لان سيدنا النبي من اكتر من 1400 سنة قال هلك المتشددون، هلك المتنطعون، هلك المتفيهقون. فهم فهموا الاثنين. طب المتفيهقون دي جديدة علينا. قال النبي لهم في معناها المتكبرون، اللي هو حتى لما تحاولي انك تقولي له ده ما يصحش هو يقولك لا انا فاهم انا بتعامل ازاي مع الناس. صحيح. فبدانا نجد في الدعوه لاول مره في تاريخ الدعوه بدل ما الشيخ هو اللي يقول لي جزاك الله خيرا، ربنا يجبر بخاطرك، ربنا يكرمك، لا لقينا غلظه، لقينا فظاظه. ولذلك لاول مره في تاريخ الاعلام الاحذيه ترفع على الموائد. ما بنفكرش في الكلام ده على فكرة لأننا مش مشغولين بيه، حاطين في دماغنا إن إحنا ب 30/6 خلصنا على الموضوع. لا أنا بس عايزة أروح مع حضرتك لحتة مهمة جدا، إنه في ناس هم يعني المفروض إن هم يكونوا عندهم أصحاب كلمة في موضوع الدين لسبب أو لآخر، ويبتدي تدخل مثلا واحدة هو أنت فاكرة إن ربنا مستني حجابك؟ إيه اللي أنت لابسة ده؟ إيه أنت مش عارفة كذا؟ وهتفضل طول الوقت في محاولة لتكفير اللي قدامها أو تشويه صورته بدعوة أنه أنا أحسن منك، عشان اللي بيكلمها جاهل، لأن في فرق بين النصيحة والتنمر. أنا مش المفروض أن أنا أعمل إسقاط عليكي أبدا، يعني ليس من أدب الدعوة. طب وفين النبي لما كان يصعد المنبر يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ النبي يهمه الموضوع. أيوة. لكن اللي بنلاقيه عبر بعض الشاشات تحت بند أن الداعية لازم يبقى دمه خفيف ولازم يبقى كوميدي ولازم يخرج عن السياق لغاية ما بيخرج من الساحه بحالها. صحيح. يا جماعه بلاش الاسلوب ده. مش محتاج ان انا علشان انجح واوصل لقلوب الناس لو انا ببتغي وجه ربنا ان انا ابقى رجوز على الشاشه زي ما بيحصل من البعض. لا، محتاجين الحكمه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. انا بتفق مع الدكتور في فكره ايه، ازاي اجفف المنبع. اولا ان انا تاني اتبنى القضيه، اتبنى قضيه أيحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن المنابر تشتغل، نعزف منظومة واحدة، يبقى الإعلام معايا، المنابر معايا، وإحنا بنتكلم لا للتنمر، نعم للنصيحة، والنصيحة لها أدب. طب حاجة أخيرة مهمة جدا، الأولاد إزاي بقى أعمل أو أغير لغة الحوار أو أربي أولادي على المكارم الأخلاق اللي حضرتك بتقول عليها دي، في حين أن هم طول الوقت بتلاقيهم عندهم أكسس أو كده على السوشيال ميديا، بيشوفوا السوشيال ميديا على طول، سامعين، أعمل ده إزاي؟ حلو قوي، خلينا أرجع لك. هل بيئتنا دلوقتي فيها انحدار أخلاقي طبعاً أكتر من اللي كان موجود في عصر الجاهلية ولا لا؟ خلينا أقول وأنا بعلم أولادي أن العنصرية تغضب ربنا. سيدنا أبو ذر اختلف مع سيدنا بلال مرة، فراح أبو ذر لأنه كان أبيض وجميل كده، فإيه حب يختلف، فما تعرفيش بقى الموضوع كلمة من هنا كلمة من هنا، فحب يجيب حاجة صعبة. قال للبلال يا ابن السمراء، ما قالوش بقى يا ابن اللي كذا وكذا وكذا من القصيدة اللي احنا عارفينها دي، قال له بس يا ابن السمراء. فالتاني لما اتشحن ما قالش أنا أفرغ غضبي فيه، شوف الأدب بقى. فراح، احنا امي علمتني اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. فراح للنبي حكى له، فالنبي استدعى ابو ذر قال له جمله واحده بين قوسين، قال له انك امرؤ فيك جاهليه، انت مش مؤمن صالح طول ما انت كده. لما تتخلص من عادات الجاهليه انك تميز بينك وبين اخوك ببياض شعره بشرته او سوادها، يبقى انت كده خارج عن سياق الامه المحمديه. لدرجه ان ابو ذر الابيض نزل بوجهه الابيض على التراب وقال له يا بلال، قال له نعم، قال له طأ هذا الخد الأبيض بقدميك، دوس على وشي بجزمتك. طبعا لو واحد فينا من المفترين هيضيع معلم وشه، فيقوم سيدنا بلال الرقيق اللي المدينة كانت بتقوم على كلمة الله أكبر ليه، ينحني ويشيل رأس أبو ذر من على التراب ويحضنه ويقبله ويقول له أن لي أن أفعل هذا بهذا الوجه وقد سجد لله رب العالمين. الله. فهنا بعلم ولادي أن المعيار، أن اللي عنده قيم، اللي أخلاق، عنده مبادئ، اللي عنده أخلاق، طبعا هو ده اللي يتشرع. هو ده الحل وهو ده رد السؤال بتاع مها. إحنا نكون قدوة ليهم، مش أقول له رد على التليفون وقول أنا مش موجودة، أنا مش موجود، وعلمه الكذب. أيوة. كل الشكر الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. شكرا. على النصيحة الغالية واللي يعني تحاول تستعيد جزء كبير من بعض الأخلاقيات والإنسانيات اللي أصبحت للأسف مفقودة في مجتمعنا النهاردة لسبب أو لآخر. شكرا.
ليك. وكمان دكتور محمد وديد مدبولي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا ليك. استاذ عمرو سلامه محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، شكرا لحضرتك. بنشكر حضراتكم على متابعتنا في الفقره دي، ويا ريت ان احنا مش دايما طول الوقت انا صحيت انا كلت انا شربت انا رحت انا جيت انا لبست انا عملت انا اتكلمت انا رحت، يعني نحاول انه في الاخر دي خصوصيات بيت وخصوصيات بني ادمين، ما يصحش ان هي تفضل على الملأ طول الوقت. وليه ده ترند هيجيب فلوس، الناس بتجري ورا الفلوس دي. ما هو اي حاجه في حاجات رخيصه كتير بتجيب بالظبط، وحتى اذا اختلفنا لازم اختلافنا ده ما يفسدش الود وما يفسدش قضيتنا، لانه اختلافنا مش معناه خلافنا. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مع الدكتوره منى عبد الغني وفقره مع جمعيه البر والتقوى، ونرجع نكمل بعد كده حلقتنا.